طب هو انتوا جوه الشركات الدنيا متقسمه ازاي؟ يعني هو مين او القطاع بتاع المسؤوليه المجتمعيه ده متخصص بس في ده ولا عنده اهداف ربحيه تانية؟ متقسمه ازاي الموضوع داخليا داخل المؤسسات وتحديدا البنوك حضرتك مثلا في اي جي بانك؟ احب اشكرك يا دينا على الفرصه الجميله دي وان احنا نبقى مع زملائي في القطاع. هي بتتقسم وبتتقسمش. يعني بمعنى ان المسؤوليه المجتمعيه والتنميه المستدامه ده لازم يبقى جزء رؤيه داخل ورؤيه داخل المؤسسه وجزء من الدي ان اي او الدم اللي بيمشي في شريان المؤسسه اول اوفر المؤسسه. فالقصه انه هي داخل الشريان بتاع المؤسسه كل مؤسسه بتختار وفقا للفاليوز بتاعتها المجال اللي هي هتأوبريت فيه او اللي هي هتتفاعل فيه مع المجتمع ومع السوق على فكره ومع بالزبط. موظفينها ومع البيئه. ففي يعني قولي لنا اضلاع كثيره. يعني استاذه لميس قالت مثلا احنا ممكن ندخل على منطقه كامله نطورها بكل تفاصيلها. ايه مثال تاني؟ ايه قطاع تاني احنا ممكن نكون بنشتغل فيه؟ قطاع مهم جدا جدا اللي هو تنميه مهارات الشباب ومهارات رواد الاعمال اللي بتاهلهم على صنع المزيد من الابتكار. احنا بنتعامل مثلا مع اكتر من 350 شركه من الشركات الناشئه اللي بتتعامل في 22 اندستري او مجال مختلف. بنشجعهم على ان هم يكتسبوا مهارات تخليهم أكثر استعدادا لسوق العمل وسوق والتفاعل مع السوق والتجاوب مع السوق وإن هم يكونوا فعلا لاعب إيجابي في السوق. يدخلوا السوق معانا شركاء يعني. بالمناسبة احنا كتير في البرنامج كان معانا ضيوف هنا من اللي بيشتغلوا تحديدا في مجال التكنولوجي مثلا كانوا دايما يقولوا أنا بأدين بالفضل لحاضنة الأعمال الفلانية اللي ادتني الدعم والبداية. هو ده اللي حضرتك تقصديه؟ يس. إن أنت تاخدي حد عنده فكرة تفضلي معاه لحد ما الفكره دي تتحول لمشروع. ده الدور بتاعكم. يعني احنا عايزين الشركات تكسب بالمناسبه.